السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حال شباب؟ معكم جيمر سكاي من هانجر جيم. بس هذه المرة دخلنا سيرفر ام سي بي في بي، ان اذا طلعت من سبون خلاص يمدي اي احد يضربك، ما في شوب ما في شيء، لو تكتب هيلب انت تسوي لك تيم، انت تسوي لك هوم، انت تسوي لك ست هوم، تسوي لك وارب انت لك بالحالك. يعني الوقت بوارب يقول لك هنا وارب ست، وارب ديليت، وارب نيم، وارب ليست. فيلا نبدا. يمديك تشتري وتبيع، يعني لو اكتب باي كذا يقول وش تبي تبيع وش تبي تشتري، اقول سيل، يعني وش تبي تبيع وش يعني تبيع. وبالانس هذا كم فلوس معاك، زي ما تشوفون 0-0 توني داخل السيرفر، كنت هاجل فيه عشان كذا ناقص الهنجر. فيلا نطلع من سبون وننحاش. طبعا انا الحين مكاني مدري وش احس فيه، عند ناس في الارمر. طبعا اذا ما انت يطردونك من السيرفر دقيقة، بس يمديك يعني تدخل. فهذا اللي عندي، يلا اطلع من سبون. الحين يقول لك يو نو لونجر هاف سبون بروتكشن، او دفاع السبون. فالحين نحاول ننحاش، نظبط امورنا برا العالم ذا او برا السبون. اذا جيت تحط وارب جديد يبي لك تبعد عن السبون فوق 500 بلوك. فمن الممكن اني اقطع التصوير وارجع لكم، بس خلني اذبح ذي البقرة. اوكي الحين ننحاش قبل يجينا واحد في فول ارمر ايرون وصفقنا. اوكي كل الموارد نحتاجها كلها بعدين بنحتاجها عشان نسوي لنا ما بيت وحركات وكذا. اوكي هناك في شجر زين، اسوي لي سيف. اوف والله مشلح. اوكي هناك في شجرة بس ما ادري، باخذ ذي عشان يا رب ما تكون واحدة. كفو كفو، خلاص اثنتين تكفي. نسوي لنا الحين سيف، بس نذبح يعني الحيوانات بعدين عاد. بعدين سولنا كل شيء من حجر، بس الحين عشان اذبح الحيوانات ونحمي نفسنا في نفس الوقت. يعني لو جانا واحد يمدينا نتصافق معاه، يا يذبح يا اذبح يا يذبحني. اوكي تعال ما بتنحاش زين. الان ما اشوف في احد، فهذا شيء مبشر بالخير. طيب الحين يبي لنا ناكل لحمة. اوكي طيب نشيل الكرافتنج حقتنا. اعتذر. اوكي مزكم عشان كذا بتسمعوني اناشب كثير، اعتذر. اوكي 5 خشب عشان ننزل تحت الارض ونسوي لنا مواد حجر او اغراض حجر. اوكي طيب سيف الحين. اوكي هذا كذا احسن. اغراض الخشب ما نحتاجها.
طيب نشيل حقتنا. اوكي واحد يبيلنا ثمان. اوكي اوكي نطبخ لنا بس اكل. جملنا حجر، من الممكن ان نلقى ايرون هنا. والله من الممكن نلقى دايموند بعد. اي في دايموند في السيرفر. اوكي اوكي كذا كفي. اوكي طيب على ما يطبخ نسوي لنا اكس ونجمع خشب. عشان إذا احتاجنا في الطريق زولنا شيء ولا حاجة ترى عندنا خشب. أوكي آخر شجرة. شجرة ثانية ما يضر. اوكي كذا يكفي زيادة. طيب نرجع الكهف حقنا. معذر. اوكي اوكي يلا نروح. طيب من وين السبون كان؟ اوكي احنا كنا نمشي كذا. اوكي من هنا. يلا 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 هذا شخص هذا شخص. نجي من ورا نحاول نذبحه. ما ينضرب ليش؟ هذا لك هذا الشيء من لك ف مشكلة. اوكي في شيء هنا. الحين بيعرف بس كم ابتعدنا. أربع ست ما باقي باقي. اوكي ابي اطلع من الثلج. طيب الحين نقدر. ايوه خلاص هرب ديليت بس. اوكي الحين نحاول نبعد عن ذول المباني عشان نقدر نبني اشيانا وكذا. لا ماني منازل هنا عشان ما نكب. بروح مرة بعيد. اوكي اوكي جنجل. شوف اذا فيه كوكو بينز يصير شي زين عشان نسوي كوكيز بعدين. اوكي
نشلع شوي خشب عشان نسوي مزرعة كوكوبينز بعدين إذا لقينا يعني. هذا والله إذا لقينا فيكون شي زين لأني أشوف. أوكي وش ذا؟ نو افكت ها؟ ووتر بوتل. أوكي ما أدري وش فايدتها، داري إن نسوي فيها بوشنات بس وش الفايدة الحين؟ أوكي ما في كوكيز أشوف. اوكي اوكي او لافا بس بشوف كم سجلت. اوكي 11 دقيقة ما ميب ذاك الواو. طبعا احنا بدأنا من بداية السيرفر. اوه مشروم يس، ايه مشلوحة. لو لقينا مشروم لو يعني واحد من كل نوع فيصير شيء ممتاز. ممتاز ممتاز عشان بعدين نقدر نسوي مزارع مشروم في بيتنا من الحركات الحلوة. فندور ناخذ كام هذا ناشب لي عادي در. اوكي طلعنا من ثلج دخلنا ثلج ثانية يا الله. اتوقع ان كذا ما من بعيد لذيك الدرجة شكله انه خلاص من سنتر هنا نوقف. طيب ما راح او سكيلتون زين. خليني طيب اكفخك مشورة. اوكي اوكي هنا كلب وهنا اوه لا واو هذا صدق كان مشيك يا شيخ. لو انه منفجر علينا كان صدق صدق والله بزعل. اوكي خلينا ندور مشروم مين يسار. ها ما في شيء ابد. شو الحين امها زي ما تشوفون حتى لو الخشب رايح. اوكي ما اشوف ان في شيء بس خلنا نروح من هناك اشوف الخشب ما تقطع ولا حاجة يمكن نلقي شيء مفيد. اوكي يمين يسار ها ما ابغى شيء كله مشيول. حظنا مرة شيء. اوكي انا يبي الاقي شجر كذا سنتر عندها سر المكان حقي يعني. اوكي شكلها اشترى من ذي الشجرات بس من هذه طبعا اللي هناك الكبيرة ذي بس شلون برقيانها برقالها ما ادري.
اوكي ما اشوف ان لها مكان نرقى منه، فبقتلك. اوكي جيب الاكس. طين طين طين، ما معنى طين. استعمل الخشب هذا. لا يا اخي، يا الله، كنت اضغط اللي يرجع بدل اللي يمشي. اوكي نحط هنا خشبة كذا. اوكي اوكي انا اشوف ذا المكان مرة زين. عشان نزبنه يبينا ان في المكان مرة، فبخليه هنا. هذا انا بنيه. اوكي فانا اخليه كذا. لين ما تزبط الأمور. لا كذا باين، خلاص الشجرة خربت، فنط الشجرة الثانية. نطينا نرجع. اوكي ذي الشجرة مكانها مرة ممتاز. اوكي كذا خلاص. اوكي شلها عشان ما تبين. اوكي نحط هنا جست، بس انه بيصير باين، ف ما ادري الصراحة. هذا اشترى زينة، بس كيف بروح لها ما ادري. كوكو بينز هذيك اشترى بعد، خايف خاطر وموت فمنزل من هنا. اوكي شوي شوي. اوكي نزلنا كفو. طيب هذيك الشجرة اوتش. اوكي بحط ان شاء الله الاي في في الديسكريبشن عشان تستنسون فيه وكذا. اوكي هذا كوكو بينز. يس كذا احنا سليمين. بسوي اول شي مكان يعني مرتفع، بحط فيه دروع وكذا وايرون والخرابيط ذي. بعدين عاد بلقالي مكان ثاني تحت الأرض أحط فيه هذا. الأغراض الجميلة الثانية. طيب الأغراض يعني الدايموند وكذا. دروع طبعا بحطه في الشجرة ذي. اوكي طيب هذيك الشجرة انا اتوقع ان ذي زينة. اي هذي زينة، بس بيلان سنتر هنا فاضي. فنرجع يلا بسم الله. اوكي هنا بس كذا اتوقع ان مكان مرة مرة زبنة. فنسوي لها الحين صندوقين. اوكي كذا حطينا صندوق ثاني وراه، بس كذا بصير باين. فبجيب هذه كذا. لا كذا خربانة.
اوكي كذا. طب بس بروح شيك خلاص كذا كذا ما باين. طيب الحين نحط الخريطة الوكال بينا، بعدين نسمي هذا وارب سيت V1 كذا. هاي دقيقة بتقطع هذه الشجرة؟ لا ما اتفقنا كذا. طيب نسمي هذا وارب 1. كذا انتهت الحلقة. اعطونا لايك سبسكرايب فيفرت. سلام.